لا ينتشر السحرة في مجتمع إلا إذا قل توحيد أهله، فإن التوحيد طارد للسحر والسحرة، ولا ينتشرون إلا إذا ضل الناس طريق ربهم، فإن السحر له حقيقة، لكن الله الذي ابتلى به بعض عباده جعل له حل وعلاج في كتاب الله. الساحر لا يأتيك يأخذ رأيك، إيش رأيك يا أبو فلان، أسحرك عطفا أو تبغى سحر نفرة، ما يسألك، إنما يأتيك من حيث لا تدري. لذلك إذا وقع البلاء هنا وجب على العبد أن يتوكل. أولا من علاجات السحر تجديد التوكل على الله بأن تعلم أن النافع هو الله والضار هو الله، إياك نعبد وإياك نستعين. ثانيا أخرج من قلبك حول كل أحد، ولا تعتقد أن أحدا سواء مشعوذ أو دجال أو كاهن أو ساحر بل ولا راقي، لا يوجد أحد، بل الحل والعلاج إلا من الله. ووالله إن أحد أسباب سرعة شفاء المسحور هو إيمانه وإيمان الأسرة التي معه بأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الثالث أن تعتقد أن المفسدين هم السحرة، والله لا يحب الظلم وأنت مظلوم، لكن تذلل إلى العظيم جل وعلا أن يفك عنك الجهد البلاء والعناء. رابعا إن السحر قد يصيبك لإيمانك حتى تزداد قربا إلى مولاك، حافظة للقرآن تصاب نعم، ولذلك قد يصاب الإنسان ولو كان من أهل الخير، هذا بلاء، إن كنت مذنبا فهي عقوبة لعلك تتوب، وإن كنت تائبا مؤمنا منيبا فهي ابتلاء لترتفع درجاتك عند مولاك. خامسا أو سادسا اعلم أن النشرة على نوعين، النشرة اللي حل السحر على نوعين، حل السحر بالقرآن وبالأوراد، فهذه النشرة شرعية، وهذا اللي إذا قرينا بعض كتب أهل العلم كالحسن البصري وغيره عندما أباح النشرة البعض يختلط عليه يقول النشرة يعني عند الضرورة أذهب للساحر، لا، لو أبحنا للمسلم أن يذهب للساحر لحل السحر إذن لماذا نمسك الساحر ونضرب رأسه؟ المفروض نحطهم في فندق 5 نجوم ولا لا؟ ونحطهم في مواقع جميلة، شلون يا أخي نخليه يحل السحر ونقول بيض الله وجهك شكرا يا أبو فلان، وبعدين يجي الثاني يمسك الهيئة ويذبحونه؟ ما يمكن، هل معقول نمنع ونأمر؟ لا يمكن. إذن إذا سمعت نشرة في كتب أهل العلم فالمراد بالنشرة حل السحر بالقرآن والأدعية، أما فك السحر بالسحر فهو على الصحيح محرم. من خطوات علاج السحر الرقية، والقرآن كله رقية، ولكن أعظم رقية في القرآن الكريم سورة الفاتحة، وقد ذكر ابن عباس هذه الآية، قال موسى ما جئتكم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذا قرأت على المسحور بعد الفاتحة وآية الكرسي أنها تخفف من حدة هذا المسحور، وقد يبقى السحر في بدن الإنسان، لكن إذا قرئ عليه ضعف شيطانه وضعفت وسوسته وضعفت قوته، وقد يتعايش الإنسان مع وجود هذه الأدواء وقد يتواراه بين الحين والآخر، ولكن عليه بالصبر الجميل. من العلاجات أيها الأحباب التعويذ، أعيذك بكلمات الله التامة، ومنها بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، وهكذا منها قراءة البقرة. وهنا وقفة، بعض الرقاة يقول لبعض المرضى اقرأ البقرة كل يوم، فهل هذا مشروع؟ وبعض المرضى تعب كل يوم البقرة، ولذلك أحبابي اجتهاد بعض الرقاة في أنه يقرأ المريض كل يوم البقرة، هذا إذا كان المريض يريد ذلك ولا يتعبه فخير، خير، يطهر بدنه ويطهر بيته، لكن الرقية ليست بالبقرة كاملة. اللي ورد بالبقرة أنه لا يستطيعها البطلة أي السحرة، يتعبون إذا قرأتها في البيت،
لكن ليس كل يوم، قل له اقرأها في الأسبوع مرة، في الشهر مرتين ثلاث، ثم ينفث بها على نفسه. ومن العلاجات أن تقرأ، خاصة إذا كان، وهذا من فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إذا كان السحر وهو الربط، سحر الربط، ولذلك بعض الناس يتزوج فيأتيه ساحر في بعض القرى وبعض المدن وبعض البيئات، ولعلها مهم موجودة عندنا والله الحمد كثيرا، إذا علم أن فلان بيتزوج ربطه عن زوجته بحيث أنه لا يستطيع أن يقرب زوجته، فإذا أتاها لا يأتيها، وهذا من سحر الربط. وعلاجه طبعا، لماذا يربطون في بعض القرى؟ حتى يذهب المسكين، يذهب فيعطي الساحر مالا أو زرعا أو طعاما أو أي شيء يشترطه ثم يطلقه، وهذا استخدام للجان أو للسحر أو للساحر إعانة له. تأتي بماء وتضع فيه 7 ورقات من سدر يابس أو سدر ورق أخضر، تطحنه بين حجرين فتسكبه في الماء وتستعيذ بالله 3 وتقرأ الفاتحة 7 وتقرأ آية الكرسي 7 وتقرأ المعوذات 7 ثم تنفث فيه، ثم تشرب قليلا، ثم تغتسل به ولو في دورة المياه. افعل ذلك 7 أيام فإنك سترى انطلاق الربط الذي سببه الشيطان. وأحيانا يسبب الشيطان الربط مو بالساحر، الشيطان نفسه قد يعين الإنسان إذا خلى بأهله دون أن يكون بسم الله، خلى بأهله دون أن يسمي، فالشيطان ينظر عورته وينظر أهله فقد يعينه، ثم لا يستطيع أن يأتي أهله فينعقد ويربط عنه. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان. لاحظ، الشيطان يحضر لقاء الرجل بأهله، يحضره، فإن قلت بسم الله انطرد، وإذا انطرد عافى الله بدنك وأصلح ما وهبك، يصلح الله ما وهبك من الذرية. أفضل علاج للسحر أن نتحصن منه، وذلك أن نأكل 7 تمرات في كل يوم في كل صباح. وهناك خلاف بين أهل العلم، وهناك من أهل العلم من يقول العجوة، والراجح أنه أي تمر أكل منه 7 بنية التحصن في الصباح فإنه يمنع سريان السحر في جسدك، يعني ممكن أن يأتيك سحر ولا يصلك، نعم، يعطوك السحر وتشربه ولا يضرك، نعم. ولذلك يجب أن تأكل كل يوم 7 تمرات، إن كنت صائما فتسحر بها، وإن كنت مفطرا فاستصبح بها. الأمر الآخر، عليك أن تكون دائما متوضئا، وعليك بالصلوات في حيث ما ينادي بها، الصلاة تمنع السحر. والمعوذات بعد الفجر 3 وبعد المغرب 3، لا يصيبه سحر ولا سام. ومنها ترديد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لأن اسم الله حين يدخل جسدك يحطم كل أذى، لأنه لا يضر مع اسمه شيء سبحانه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق، نفعنا الله وإياكم بصالح الأعمال.